في خضم الأزمة التي تخنق شركة إيجل أزور التي تشغل حوالي 60% من الرحلات التي تربط بين الجزائر وفرنسا، وكونها سوقاً استراتيجية للجزائر، اقترح متتبعون إمكانية تقدم الحكومة الجزائرية لشرائها لصالح الخطوط الجوية الجزائرية. شركة الخطوط إيجل أزور تعتبر المنافس الأول للخطوط الجوية الجزائرية، ولها 60% حتى 50% من الخطوط نحو الجزائر. لابد من على الحكومة لا تخسر هذه الخطوط لفائدة شركة أجنبية أخرى. هذه الخطوط تحتاجها الجزائر لكي لا يأتي شريك أجنبي آخر يستفيد منها، مع العلم أن خطوط الجوية إيجل أزور هذه الخطوط التي لها الصلاحية في الجزائر دروا دافياسيون أكثر من حتى من الخطوط الجوية الفرنسية. خبراء اقتصاد يرون أنها صفقة رابحة للجزائر، لكن الوضع المالي الذي تعيشه الخطوط الجوية الجزائرية لا يسمح لها بشراء شركة مفلسة. لا أعتقد أن الخطوط الجوية الجزائرية بإمكانها شراء شركة إيجل أزور، لأنها أصلاً تعاني من صعوبات مالية، كما أن الحصول على قروض من البنوك العمومية صعب في الوقت الحالي، فالبنوك العمومية تعاني مشاكل كبيرة وتنتظر يعني أصلاً رجوع قروض المؤسسات التي ملاكها اليوم في السجن. يبقى شيء يعني يمكن ولكن صعب جدا، هو أن الشركة تفتح رأس مالها على مستوى بورصة الجزائر ويأتي الجزائريون لشرائها. إفلاس إيجل أزور تحول إلى سخرية من قبل جزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين رأوا فيه قطعاً للامتيازات والإمدادات التي كانت تضمنه العصابة لمختلف الشركات الفرنسية الناشطة في الجزائر. وبرحيل النظام السابق سترحل معظم الاستثمارات التي كانت تحلب من الجزائر بعيداً عن قاعدة رابح رابح تشير تعليقات وتغريدات الجزائريين.